بيت السحاب، بيت السحاب المشهور بعد الطلسين الشراب، يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهور. بيت السحاب، بيت السحاب. يا صاحبي ياللي المرض هدك، مش عايز اشوف دموعك نازله على خدك، تمن الالم مغفره في الدنيا والاخره، بالعفو مين قدك بالشوكه لو شكتك، تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين قدك يا صاحبي ياللي المرض هدك. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقه الجديده من بيت الصحه زي ما عودناكم دايما كل يوم حد وكل يوم ثلاث ثمانية وعشرة بالظبط هتلاقونا بين ايديكم في خدمتكم، بنتكلم عن الطب والمرضى، بنتكلم عن الصحة والمرض، بنتكلم للصحيح كيف تكون صحيحا، وللمريض بإذن الله كيف تعبر جسر المرض إلى الصحة بإذن الله من أقرب الطرق. أعزائي المشاهدين، فيروس سي هو همنا، فيروس بي هو موضوعنا، الكبد والسكر هي أهم اهتماماتنا. حين نتحدث عن السكر وعن الكبد فنحن نتحدث عن شريحة كبيرة في المجتمع المصري، بل ولا أكون مجاوزا للحدود إذا قلت العربي، لأننا اليوم سيكون معنا حالة من تونس. حالة من تونس هي السيدة الفاضلة تركية مكاوي، ربما نتابعها عبر الهاتف لمسح خزائن قلبها، لعلها تتكلم وتبوح بأسرار فيروس سي عندها. معي ايضا في الاستوديو اليوم حالة شفيت من غيبوبة كبد. الحقيقة كما قلت لكم انه يحلو لي دائما ان اتحدث عن مرضى الغيبوبة الكبدية. الغيبوبة الكبدية ما لها وما عليها، واطرف ما في هذا الموقف هو ان مرضى الغيبوبة الكبدية حين يأتون الينا في العيادة لا يشعرون بالطبيب، وحين يعاودون في الاستشارة يكونون قد تحسنوا كثيرا فيتعرفون على الطبيب لأول وهلة. هي المرة الأولى وليست الثانية، دائما ما يقسمون ودائما ما نقول أنها الأولى، يقولون أن هذه هي أول زيارة، والحقيقة أنها الثانية، فقد كانوا في الأولى في غيبوبة. معانا النهاردة حالة تحسنت ومرت بمراحل كثيرة في الكبد، ولكنها الآن الحمد لله تقف على قدميها. معي اليوم الأستاذ موسى أحمد إبراهيم وأخوه الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم من جزيرة الذهب جيزة مصر. أهلا بك أستاذ موسى. يا مرحبا بك. شرفتنا يا زميلي. شرف الله وقدره. أستاذ إبراهيم أهلا بك. يا مرحبا. نورت قناة صحة وجمال. منورة بالنعيم. أستاذ موسى احكي لي القصة بقى، وإزاي إحنا كان في توهان شوية، وقصتك مع المرض اتفضل. لا، قصتي مع المرض بدأت فجأة كده، حسيت نفسي في غيبوبة، فرحت مستشفى المقصر الدولي، ومنها اتجهت بعد ذلك الى مدينة حمد، فاتجهت الى القاهرة. ابراهيم اخي كان شرف بزيارة اليك، فدلني عن طريقه، فبدأت الطريق اليك. انت نورتني انت والاستاذ ابراهيم، وانا طبعا هسمع من الاستاذ ابراهيم القصة دلوقتي. ايه قصة الاستاذ موسى؟ الاستاذ موسى كان بعنا في السعوديه، وبعد كده نزل عمل عمليه حصوه وتعب شويه، وبعد كده سافر وعاود سافر السعوديه وعاود تاني، واتصل بينا البلد ان هو بيدخل في دور غيبوبه كبديه. انا ما كانش عندي خلفيه ان هو تعبان بالكبد يعني. فبعد كده لما خد فتره في الاقصر يتعالج، وجه هنا مصر برضه، رحنا مستشفى في الشعريه الناس قاموا بالواجب، الا ان موضوع الغيبوبه فضل مستمر معاه فترة طويلة برضو، وكانت تبقى الحالة حالة صعبة جدا جدا جدا. صعب أول موضوع الغيبوبة ده. الغيبوبة صعبة جدا. أول مرة أشوف حالة زي كده بصراحة الطريقة دي. وكانت أخوك. وكانت أخوك طبعا. أخوك. يعني مفيش تدرج يعني. في مثلا وعي خفيف وبعد ما بقيت فجأة كده. وفي منزل وكمان. فبعد كده انا كان ليا زميله فاضله طبعا بتابع برنامج حضرتك، كلمتني عن حضرتك، و يعني وكنت انا يعني كنت جيت زياره عند حضرتك مره، الحمد لله الله يكرمك، فقلت دليته على
على حضرتك في جه. فدلوقتي الحمد لله بسم الله ما شاء الله عليه بيركز، وتحس انه ما فيش توهان، والذاكره بقت كويسه وبيفكر بحاجات قديمه يعني. ما شاء الله رجع كمان على رجليه يعني. نسمع بقى من الاستاذ موسى احمد ابراهيم من جزيره الدهب يعني تطور الموضوع. يعني عرفت ازاي ان عندك مرض الغيبوبه؟ بتحس مريض الغيبوبه بيحس ان الغيبوبه جايه عليه، ولا بيبقى مش حاسس بعد ما يفوق بيقول انت كنت في غيبوبه؟ يعني احكي لنا. والله انا موضوع الغيبوبه بحس يعني هي جتني مش كتير يعني يعني جتني مرتين لكن مجرد شعور بالغيبوبه معايا زوجتي بصراحه بتحس اني مش طبيعي، تلقاني عصبي كده مش عارف ايه، فبتطلع بي على طول ناخد بعض الاتفاق على الله على قهري. وحابة تيجي احسكت كده في اليد فتبقى مقدمات ليها يعني تحسيها. يعني لكن انت عندك فكرة انه ده مرض الكبد والكبد في عندي انا مرض الكبد اكتشفته فجأة. رحت عند حللت كده تحليل كده هتوضع عندي فكرة. عندك فكرة علامات الغيبوبة ايه؟ انت قلت لي بس مرات تلاقيني عصبي بس. عصبي كده وحيان بلاقي عليا مزاق رشة كده. الضغط بيرفع برضي. الاقي الضغط طيب. يعني انتهى المعلومة برضه علشان السادة المشاهدين ياخدوها. احنا دايما عندنا ثلاث علامات بتنذر ان مريض الكبد اللي فيه تليف متقدم قد يدخل في غيبوبة، هي رعشة في الايد، تقل في اللسان في الكلام، توهان من اللي حواليه تدريجي. تاني رعشة في الايد، تقل في اللسان، زغللة في العينين عند العريض المريض احيانا، لكن اللي حواليه يحس ان هو بيتوه. وبسرعة بنديله حقن شرجية، دايما بنحاول نديله كل 8 ساعات او كل 6 ساعات حقنة شرجية، مما تتكون الحقنة الشرجية اللي بيكون ليها فعلا مهمة جدا في هذه الحالة. نمرة 1 لتر مية سبقة غليه، 2 3 ملاعق من اي دواء من بتوع ادوية الامساك، وليكن اللاكتيولوز او الدوفالاك او السودالاك، اي واحد من الثلاثة دول، 3 معالق في لتر مية سبق غليه، 2 قرص فلاجيل او مترونيدازول، قرصين كمان من النيومايسين مثلا او الترينسيديا او اي حاجة اسمها اللي احنا بنقدر بيها نتجاوز. يعني ده هو الدواء الاساسي هو النيومايسين في هذه الحالة، والحقيقه احنا بنديه وبنطمئن جدا جدا على المريض. علشان كده طبعا في بعض الحاجات الثانيه اللي بنديها زي الهيبانيرز، ومرضى الكبد عارفينه، بنحاول ندي فوار الهيبانيرز او اللولا ويست او الاسباترند. دول الثلاث اسماء بس اللي في السوق، ما فيش غيرهم. دول الثلاث اسماء اللي احنا بنديهم في الحاله اللي عين اللي داخل على غيبوبه، لو لحقناه مش هيدخل في غيبوبه. مشيرا الى انه اهم حاجه نوقف كل مدرات البول. لو العيان ده بياخد مدرات بول ندي دور الامساك، وهو بالفعل قد تحقق بالحقنه الشرجيه اللي حطينا فيها ده. طيب نرجع لحضرتك تاني، ايه الاكل اللي ممكن يدخل في غيبوبه؟ انا عاده من نوع يعني الالتزام تام من بدايه مرضي في فيروسي. نعم. الاملاح ممنوع منها خالص، اللحوم الدهون يعني البروتين بصفه عامه حضرتك ممنوع من اللحمه زي ما نحكي، لا لحم ولا سمك ولا دجاج. البروتينات الحيوانيه كلها ممنوعه. كلها ممنوعه. نعم. طيب المدام معانا، واذا ذكر الطعام ذكرت المدام. معانا مدام موسى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. يعني الحمد لله على شفاء وتحسن حاله الاستاذ موسى احمد ابراهيم. احنا بنشكر الدكتور حسين الصوره. الله يكرمك. ربنا يسلمك يا رب. انا عايزك تقولي للساده المشاهدين، لما حد يبقى زوجه مثلا من الحاله صعبه شويه وفي غيبوبه بتنتبه الى ان كل البروتينات الحيوانيه ممنوعه، لا سمك ولا لحمه ولا طير، كل ده ممنوع تماما، ولا ما امشيناش على ده؟ اتفضلي. انا سامعك، اتفضلي. انا سامعك. ايوه احنا بنشكر الدكتور حسين، والمفروض المريض يعني يتابع مرشدات الطبيب. تمام. يا ريت توقف التلفزيون. اهم حاجه الصبر وكده يعني، ويعمل نظام في الاكل ما يكونش ما يلخبطش يعني، اهم حاجه. تمام. ما يلخبطش يعني ما فيش زي ما قلنا لحوم، لان زي ما بقول لك كده ساعات العيان يدخل في غيبوبه رغم ان احنا مديله الدواء الصح علشان مراته او عياله يدوله لحوم او سمك او طير. يا ريت تسمعيني من التلفزيون وتوطي التليفون.
طيب يعني احنا بنبارك لك على شفاء الاستاذ احمد، على الاستاذ موسى احمد ابراهيم، وان شاء الله باذن الله دايما في صحه وعافيه يا فندم. دي بركات الدكتور حسين معانا والله، ربنا يخليك. يعني من غير ما الحمد لله، من غير ما يكتبوا الزغريطه هم زغرات لوحدهم. سعيد احسن ناس سعيد. الحمد لله والف شكر على لربنا اولا على الشفاء والله. ربنا يكرمك، تجلى من السعوديه حاجه ما تشوفوش حد ولا حديث. اه كان من السعوديه جاي حاله صعبه. الحمد لله وحده يا ستي. طيب يعني نرجع للاستاذ احمد ابراهيم علشان يحكي لنا. شكرا على اتصالك استاذ احمد. برضه انا عايزك تحكي لي عن ازاي مريض الكبد لو كان واعي فعلا بيتجاوز قوي المشاكل دي، لانه اغلبيه المرضى يا جماعه اللي بيدخلوا في غيبوبه ما بيسمعوش تعليمات الطبيب، وفي حالات لازم تعليمات الطبيب يعني الالتزام بها حرفيا. فيش ملح فيش ملح، فيش لحوم فيش لحوم، العيان من وراهم يسيهم وياكل لحمه دخل في غيبوبه. الثقافه بتاعت المريض، ثقافه المريض المفروض يجب ان يعي تماما انه يبتعد عن الممنوعات. زي الاملاح والبروتينات، البروتينات عشان تعمل امونيا بحسب معلومات يعني في المخ كده وبتدي الغيبوبه. صحيح. والدهون برضو تمام، واخد بال حضرتك. وبعد كده يبتعد عن الممنوعات، يلتزم بالعلاج. تمام. الاجهاد برضو تمام. يعني عنصر مهم برضو يبتعد عن مريض الكبد. صحيح. اللي بيدخلوه في حاله يعني صعبه شويه. تمام. وبعد كده يلتزم بالعلاج. تمام. احنا يمكن معانا بعد قليل حاله من تونس. الحاله من تونس الحقيقه النهارده بعتوا لي التحاليل بتاعتها، وانا قلت يمكن ان احنا هنتحدث عنها. الاخت تركيه، ويمكن هيبقى في اتصال دلوقتي من احد اقاربها بعد قليل. هي الحقيقه كان عندها، هي سنها 62 سنه من تونس، ربنا يشفيها، ومتابعه جيده للبرنامج، وحد نزل من طرفها عرض التحاليل عليا. والحقيقه طبعا احنا عارفين انه اغلبيه التحاليل اللي بتيجي من ليبيا او تونس بتبقى باللغه الفرنسيه، لانهم سهل او التواصل بينهم وبين فرنسا. فبعد قليل ان شاء الله هيكون معانا الاستاذه اكرام قريبه الحاجه تركيه. معايا الاستاذه اكرام. الو الو، استاذه اكرام من تونس، اهلا بيكي. عفوا، اهلا وسهلا. يعني طمنينا عفوا دكتور، اتفضلي طمنينا على القصه بتاعه الاستاذه تركيه، وقولي لي هي متابعه للبرنامج وبعد التحليل مع حضرتك وقالت لك ايه. هي عندها الفيروس سي من ماي 2014. تمام. قاعده كل حساب كنت تتبع فيها على التلفزيون، وهي خدت دواي في تونس مع سنة وعطوها 5 شهور، دي عامل التحاليل لمشوش معاها وقفوا لها دواي. هي كيرات اللي برفع بيرد فيها في البرنامج بتاعها في الدواي بتاعها، طلبت انها تبعث الاوراق بتاعها وان شاء الله الشفاء يكون على يديك دكتور باذن الله. بس قولي له هي خدت الانترفيرون وبعد كده العلاج يعني بالانترفيرون وما خفتش، يعني الفيروس صحيح قل شويه لكن بعد فتره من العلاج بعقار الانترفيرون ما كانش فيه شفاء كامل، وقالوا لها لن نكمل بعقار الانترفيرون. مش ده اللي حصل؟ هي اخذت الدواء دكتور 5 شهور، وقال لها الدواء في جديد ما مشيش معاها، وقفوا لها الدواء، قالوا لها ان شاء الله نستناه وحل اخر مع الدواء اخرى تدخل تونس. تمام. يعني انا هتكلم عن الحاله دلوقتي طبعا استاذه اكرام، وهي اعلاميه من تونس، واحنا بنرحب بيها في سماء القاهره. اهلا بيكي. واهلا بيكي في الحقيقه، اهلا بيكي نورتينا. بس عايز اعرف انت من انهي بقعه كريمه من تونس؟ عايش دكتور. منين من تونس؟ من العاصمه؟ انا من بنزرت. بنزرت، اهلا وسهلا. جينا في الشمال. اهلا وسهلا بيكي، اهلا بيكي. عايش دكتور، نورتك ان شاء الله. وانا هتكلم والله يا دكتور عافيه ان شاء الله بقدره ربي، بعد ربي عافيه فيك امل كبير في الشفاء، خاطر هي شفت برشا حالات ارتاحوا على يديك وان شاء الله على يديك يجي الشفاء دكتور. الحمد لله وبفضل الله ان شاء الله باذن الله ربنا يعني يجعل يعني مثل ما ظنت يعني، وباذن الله تعالى ربنا يجعلنا يباد وشنا معاها يا رب ان شاء الله، وتخف وتكون عنوان لينا في تونس ان شاء الله باذن الله. واحنا بنحبها في الله، وهي لما كلمتني وحضرتك كنت بتطلبيها بتشوف البرنامج كل الحلقات يعني، وده اسعدني الحقيقه. وانا بقول لها وبهدلها يا صاحبي ياللي المرض هدك
مش عايزة اشوف دموعك نازلة على خدك ثمن الالم مغفرة في الدنيا والاخرة بالعفو مين قدك، وان شاء الله باذن الله شفاء وعفو من الله باذن الله تعالى. طبعا احنا هنديها العلاج لمدة 3 شهور، وبعد كده انا قلت لها هتحلل في تونس ان شاء الله، اذا النتيجة كانت مرضية تماما وفيش فيروس خالص باذن الله هنبشرها باذن الله تعالى بالجرعات المحددة للعلاج. احنا الحقيقة معنا النهاردة حلقة شفيت من فيروس بي، هنطلع التحاليل بتاعتها، اسمه مجدي صلاح فضل. يعني اتمنى زملائنا الكاميرا تقترب. مجدي صلاح فضل اتش بي في تحليل فيروس بي مفيش، وده موبايله 0100-6812-387. لاحظين السطر اتش بي في دي ان ايه نوت ديتكتد، الحته اللي حواليها وريت الكاميرا تقرب كده. طبعا ده موبايله وهو من ارض اللواء فيصل، من ارض اللواء بولاء. اتش بي في برافو تمام المصور الجميل، اتش بي في دي ان ايه نوت ديتكتد، خلاص باي باي مفيش فيروس بي، فيروس بي خف. ويا ريت نعرف نتواصل مع الاخ الجميل الاستاذ مجدي، هنحاول نتواصل بس انت شفت تحليله، والتحليل اتعمل في جمعيه مسجد محمود يعني مصطفى محمود يوم 8/11/2014 اتخذت العينه، والحمد لله هو خف من فيروس بي. استاذ يحيى كامل احمد خف من فيروس سي، هنعرض التحليل ايضا. يحيى كامل احمد تمام. معانا ايضا الحقيقه ايوب. ايوب له قصه واتمنى نحاول نتواصل معاه، لانه ايوب الفيروس كان عنده 105 نزل ل 47، ولا تتخيلوا فرح الدنيا رغم انه ما عندوش يعني فيروس وخف منه، لكن الانزيمات كانت 105 نزلت ل 47، وده موبايله 0100-2874-368 صف اللبن 32 شارع السلام، متفرع من ترعه عبد العال رقم 1، صف اللبن 32 شارع السلام متفرع من ترعه عبد العال 0100-2874-368. الانزيمات كانت 105 نزلت 47، وهو على فكره عملها في التامين الصحي الهرم. الانزيمات كانت 105 بعد ما خد العلاج معانا نزلت الحمد لله ل 47، وبيقول لي شهور طويله شهور طويله عايز الانزيمات تنزل، الانزيمات ما كانتش بتستجيب لاي علاج مع اي دكاتره، وبفضل الله معانا في اقل من شهر كانت الانزيمات رجعت لطبيعتها. فاحنا يعني نبارك للاستاذ ايوب عبد الحميد، والحمد لله ان الانزيمات رجعت لطبيعتها. حد يقول لي الله انزيمات ايه، انزيمات ايه اللي انت بتقول عليها، هقول دلوقتي واكمل، لكن بعد ما اخد عريس النهارده على التليفون الاستاذ مجدي صلاح فضل. استاذ مجدي الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ الف مبروك يا استاذ مجدي. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا. لا احنا مبسوطين جدا ان حضرتك خفيت. الله يخليك يا فندم. طيب تقول ايه للناس اللي مش مصدقه انه في ناس بتخف من فيروس بي؟ انا جوني عيانين كتير على فكره مش مصدقين ان في ناس بتخف من فيروس بي، عايزك توجه لهم كلمه. دي حقيقه فعلا والله، ان جيت لحضرتك واديتني العلاج والحمد لله بقيت كويس الحمد لله، خفيت منه. خفيت من ايه؟ الفيروس. من فيروس ايه؟ فيروس بي. خفيت من ايه؟ فيروس ايه؟ فيروس بي. انا عايزك تسمع الناس، لان زي ما بقول لك كده ناس كتيره بجد بتجيني وتقول لي مفيش شفاء خالص ولا حد بيخف من فيروس بي. بقول له احنا في اقل من 3 شهور المرضى بيخفوا معانا من فيروس بي، بس بنديهم بعد كده تكمله علشان ما يرجعش تاني. فيقولوا لي لا عمرنا ما سمعنا عن انه فيروس بي الناس بتخف منه. اي حاله قدامكم خفت من فيروس بي. الاستاذ مجدي صلاح فضل شكرا على التواصل، وعلى فكره انا بشكرك على جدعنتك، لان في ناس كتيره بتخف وما بترضاش تتصل تقول خلاص احنا خفينا، فبنقول لهم باتصالكم بتدوا الامل لناس كتيره فاكره انه العلاج بتاع فيروس بي ده وهم يعني، او مش حاجه اسمها علاج لفيروس بي. الحقيقه عندي حالات كتيره اتحسنت، وبيزعلوا لما ما اقولش اسمائهم انهم اتحسنوا. انا معايا نجاه جمعه شعبان، الحاجه نجاه من الفيوم قريه سيله سيله. معايا الحاجه ناديه احمد، دي هنكلمها دلوقتي، من جزيره الذهب. الحاجه ناديه احمد يا رب يخليها، ونحاول نتواصل معاها. شربات غازي محمد من وردان بني سلامه غرب المتر عزبه الصعيده غرب الرياح، العنوان بتاعها طويل. طيب كمان الاستاذ احمد عويس سعيد من قاي او جاي جاي او قاي هناك يا بني سويف.
الاستاذ احمد عويس سعيد. والاستاذ احمد عويس سعيد الحقيقه الالبيومين اتظبط عنده، واحنا بنقول دايما مرضى الكبد بنبص على الزلال، الالبيومين كان عنده 3.1 من 10، 3.1 من 10 في اقل من شهر يمكن الحمد لله نجحنا ان احنا نوصله ل4.1 من 10، فيبقى لا فتقه في البطن ولا ورم في الرجل ولا اي حاجه. هنعرف بس الاول التحليل بتاع الاستاذ احمد عويس بسرعه، ومعانا الاستاذ ايوب. ده التحليل بتاع الاستاذ احمد عويس. احمد عويس شايفين 4.1 من 10 عامل عليها سهم انا وكاتب كلمه مبروك، 4.1 من 10 كانت كام؟ كانت 3.1 من 10، تحت هتلاقوا سهم مكتوب عليه 3.1 من 10. طب النتيجه النهارده ايه؟ 4.1 من 10. ده الموبايل بتاعه شارع الوحده الصحيه في هناسيا بني سويس، قاي او جاي ما اعرفش بتنطق ازاي، قاي زي ما حضراتكم شايفين. طيب معايا الاستاذ يحيى اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي انه الفيروس، استاذ ايوب، الاستاذ ايوب يحيى ده اللي خف من تيم، انما الاستاذ ايوب اللي احنا بنتكلم عن انه الانزيمات اتظبطت عنده، وهفهمكم في اخر الحلقه يعني ايه الانزيمات اتظبطت. استاذ ايوب السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مبروك يا استاذ ايوب ان الانزيمات اتظبطت واطمنت على كبدك. ازيك يا دكتور حسين؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا دكتور. الحمد لله يا حبيبي، انا مبسوط وسعيد. انا قعدت سنين بصراحه الانزيمات مش راضيه تنزل خالص. سنين مش شهور. والحمد لله، الحمد لله عند ربنا وعلى ايديك بسبب انت السبب يا دكتور، وربنا يبارك لك. الله يكرمك. حضرتك منين يا استاذ يحيى؟ الو الو استاذ ايوب، حضرتك منين؟ حضرتك منين؟ استاذ ايوب انا من صف اللبن. صف اللبن. حضرتك فاهم يعني ايه الانزيمات عاليه؟ يعني ايه الانزيمات كانت عاليه وكنت متضايق وسنين بتلف على الدكاتره عشان الانزيمات تنزل؟ يعني عندك فكره ايه خطوره ان الانزيمات تبقى عاليه؟ بقالي 5 سنين عمال اجري والانزيمات عاليه عشان الانزيمات تنزل. طيب والحمد لله الانزيمات عاليه. يعني ايه؟ عندك فكره؟ الانزيمات كانت في 120 مره و 105 90 97 فوق ال 100 وصلت مره 200. والحمد لله، الحمد لله فضل لله وحده يا اخي. طيب احنا متشكرين والف سلامه على حضرتك. ربنا يبارك لك يا دكتور. انت فعلا ايوب، وانت ايوب يعني صابر 5 سنين على الانزيمات العاليه تبقى ايوب. شكرا لاتصالك. الحقيقه الانزيمات العاليه هو بيقول دلوقتي 102 170 107 ايا كانت. احنا قلنا دايما انه الكبد يا جماعه بيفقد وظائف، بيفقد خلايا، الخلايا دي لما بتفقد معناها في حاجه بتدمر الكبد، فبدل ما تموت منه خلايا بعدد معين يطلع زيها بالظبط بتموت خلايا بعدد اكبر. فلما يموت 105 وينزل ويطلع مكانهم 40 يبقى الفرق بين الاثنين وكان في خلايا دمرت من خلايا الكبد. ويمكن دي اللي بتلفت نظر الدكتور في الاول خالص وهو بيعالج الحاله. اي حد في الدنيا، اي حد فيكم عايز يطمن على الكبد يروح المعمل يقول له اعمل لي وظائف كبد. اذا الوظائف طلعت كويسه يبقى الكبد سليم وينام ويحط في بطنه بطيخه صيفي. اذا الوظائف طلعت عاليه يبقى في حاجه بتدمر الكبد لازم يدور عليها. عشان كده الاستاذ ايوب اللي صبر صبر ايوب اللي من صفة اللبن كان متضايق 5 سنين ومتنكد وزعلان مش عارف ايه اللي بيرفع وظائف الكبد عنده. لما اكتشفنا ايه اللي بيرفع الوظائف واديناها العلاج، الوظائف رجعت لطبيعتها وكان ما كان من اللي انتوا شفتوه النهارده. طبعا الحقيقه مرضى السكر كل مره بنحاول نقدم لهم احد المعلومات المهمه، احنا النهارده بنوصيهم خيرا بالحلبه، نوصيهم خيرا بالترمس، نوصيهم خيرا بالقرفه. وبنقول كمان انه في تجربه اتعملت في استراليا وجدوا ان 4 معالق خل مع 4 معالق ليمون على وجبه مريض السكر بس تتوزع يعني توزيع معقول، يعني طبق سلطه كبير عليه دول عشان ما يبقوش برضه يؤذوا المعده، بينقصوا من 10 الى 15% من سكر الجلوكوز، وكان الواحد خد برشامه بتاعه سكر. الدواء الجديد للسكر واللي انا هحكي عنه الحلقه الجايه ان شاء الله، واللي بيظبط السكر حتى عند الاطفال، حتى عند الاطفال، مش معنى كلامي انهم هيبطلوا انسولين، لكن هو الحقيقه علاج ساحر جدا بنضمه للانسولين او حتى في بعض الحالات القليله مش عايز اقول كتير اللي ممكن الاستغناء حتى عن الانسولين فيها، لكن في حالات مقننه. انا الاسبوع اللي فات شفت حاله الحقيقه من الحالات النادره 10% يمكن بشوفها، وهي طفله خدت الانسولين فتره ومع ذلك فضل السكر بتاعها مظبوط وفضلت البنكرياس شغاله، وهقول بعد الصدمه ده النابيه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه ناديه؟ الله يسلمك، انا خدت اعلانه عن شامك والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا دكتور، مش عارفه ولا عارفه اعمل حاجه. الحمد لله. بدأنا العلاج ولا لسه؟ والله طيب انا حضرتك دكتور السنان. ازيك يا دكتور؟ لا انا دكتور حسين الصحة والجمال. واضح ان انت مش عالجة اسنان كمان. انت شغال يا اختي؟ الدكتور حسين معاك في التلفزيون. ماشي ماشي على التلفزيون، هقوم اهو انا اشوفك. ماشي. لا قولي لي بس، قولي لي عامله ايه دلوقتي؟ انت احسن؟ الحمد لله. الحمد لله. بدانا العلاج مش كده؟ هو يعني النهارده يا دوب اللي خدت العلاج والحمد لله، يعني ان شاء الله بشرى خير ان شاء الله. انا وعدتك ان انا هتابعك من اول العلاج لاخره، وان شاء الله كل مره هنتاكد انك خدت العلاج، لان احنا يعني عارفين انك متخوفه من العلاج. فاحنا متشكرين جدا، ونتمنى انه الزميل الفاضل طبيب الاسنان ياخد باله منك برضه. طيب اعزائي المشاهدين، اسمحوا لي يعني اقدم الشكر لضيفي الكريمين اللي تكبدوا النهارده، الاستاذ موسى احمد ابراهيم والاستاذ ابراهيم احمد ابراهيم. شكرا. اعزائي المشاهدين، الحقيقه الناس كلها بتتكلم عن السوفالدي، الحلقه الجايه هنتكلم عن الهارفوني والفيتييرا. الفيتييرا والهارفوني هي اجدد علاجات لفيروس سي. صدقوني بعد ما طلع الهارفوني وطلع بعده الفيتييرا هتنسوا كلكم السوفالدي، هننسى خالص التوفالدي وكله هيتكلم عن الهارفوني والذكيرة. أمنوا معي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين. اللهم انخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا من جنابك، فان طردتنا وابعدتنا فلا حول ولا قوة لنا الا بك. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دعاء الا اجبته، ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح الا قضيتها وسهلتها يا ارحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه، وختامنا ابتسام. بيت الصحراء بيت الصحراء.